الشعر. على الله. الله يسهل. على الله. الله ينور. دير باش لقى الله. دير باش لقى الله. لا بيب هذا البرهان. مرحبا. الله يبارك فيك. اجي اجي اجي. شتي هاد الخزانه؟ هذا راه بابا كيخرج للجرده، ما كعرفو حتى حد غير انا والشيفو. وعلاش كتوريه لي؟ طافيني راجل مزوج مسؤول في الدوله ولازم خصني ناخذ الاحتياطات ديالي. المهم الا جا شي حد على غفله غتخرجي من هاد الباب وغتجبري الشيفو يوصلك لدارك، تفاهمنا؟ متفقين. دابا تهنيتي، ايوا دابا تبعني. باش لقى الله. لا بيب هذا البرهان.
وتعطل الله دورته دابا. ايوا شنو يدير؟ ضروري ندير شي حاجه ولا غادي نسدو. علاش غادي تسد؟ ايوا ومني يجيو الناس وما يلقاوش ناصي اش غنقول لهم انا؟ ايه وانا فين مشيت؟ وانت من بعد من بعد شكلك واحد الحاجه ناصي الا ما جاتش غنسدو نمشيو ندورو نعسو احسن. السي الفهامات دابا انت مقبله وتتهضر، عندك شي حل؟ تتعرف شي واحد يقدر يحل لنا هذا المشكل؟ كاين السيد اللي غادي يحل المشكل ولكن المشكله في نانسي خفت لا ديري مع شي فضيحه. نانسي ضربه عليا انايا، دابا خاصني نحل هذا المشكل ديالي دابا. اتصل به. تليفون انا مساري خواتي لاكار. هاك التليفون ديالي. ابونمون هذا. بسيكا. الو، ما عرفتينيش. معاك مسيكا. بغيت نعرف دابا علاش باقي شاديني. انت هنا على ذمة التحقيق. داكشي كاع اللي كنت عارفه رانا قلتو. بغيت تكون معايا. انا سمحوا لي سيادتكم عرف صوتكم. افكتيفمون. نعم. أوامركم. لا لا غير تهناو. نعم أستي تهناو. كنتي سولتيني على المدة اللي غادي تبقاي معنا هنايا. ممكن نقول لك هاد المدة راه سالات. يمكن لك تمشي فحالك. شكرا. ولكنني نبغيوك نصيبوك. شتا خرجت؟ خرجت. ما فهمتش. ايوا حتى نفهم انا عاد نفهمك انت. اسمح لي شنو درتي؟ على حسب اقوال السائق الباب السري اللي دخل منه القاتل كيعرفوه خمسه ديال الاشخاص. اللي هما؟ السائق نانسي سناء وفوزيه. شكون هي سناء وفوزيه؟ سناء صاحبتها خدامه معاها في نفس الفندق. فوزيه كانت خدامه في نفس الفندق ولكن سابقا. مزيان. اسمعني اش غادي نقول لك. لا انزل. لا ليش؟ لا حبيبي يلا. لا ماشي انزل. السلام عليكم. وعليكم السلام. السيدة فوزية عزاوي؟ هي أنا. شنو حاب الخاطر أسيدي؟ هو اللي بغينا غير بعض المعلومات. مشي نعرف شو هالمعلومات اللي تيبي؟ أرجوك سيدي الأمر يخص السيدة فوزية. السلام. خلاص حبيبي، في مشكل. ادخلوا بعدين أنا أقول لك على كل شيء. ما يخالف، أنا حنتظرك في البيت. علاش كفرسك بانه السي شرفي مات مقتول؟ وحسب البحث وسمع الاقوال تبين لنا بانك كنت على علاقه به. هي ما كانتش علاقه، وكان كيعرف راجلي. فرسنا بانك كنتي كتقصري معاه. واحد الليله جات مراته وخرجك من الباب السري. الله يخليك اسيدي، الله يجازيك بخير. كيف ما كتشوف راني مرا مجوجه دابا، والمشاكل ما عندي ما ندير بهم. لا لا ما تخافيش، هاد الهضره تبقى بيناتنا. ولكن تقولي الحقيقه. فعلا هادشي اللي وقع، ملي جات مرتو خرجني من الباب السري، ومن بعد بدا كيهددني باش ما نقول هادشي لتا شي واحد. وانت ما عاودتي حتى لحد؟ لا. متأكدة؟ لا أقسم بالله. أولا لأنني خفت من التهديدات ديالو، ثاني حاجة صافي تزوجت ما بقى عندي ما ندير به. واخا. يوم 15 يوليو من 12 الليل لجوج الصباح فين كنتي؟ أنا من 14 حتى 18 يونيو ما كنتش في المغرب. كنت أنا وراجلي في فرنسا. بون. هذا الرقم ديالي، الى عرفتي شي حاجه اتصلي بيا، و الى احتاجيناك خصني نلقاو. شنو غادي نقول لراجلي؟ تقدري تقولي له احتاجيناك في واحد الشهاده ديال حديثه السير مثلا. تا
تحصل معي. شكرا يا سيدي. على سلامتك اختي. كون داز عليا انا داكشي اللي داز عليك كون مت ولا حماقيت. ياك بعدا اختك قويه هاجي ما تكونيش زعما انت اللي قتلتيه. حرام عليك. هي كنضحك معاك. ايوا شنو ناويه ديري مع السيد اللي قتلها حتى خرجتي؟ اش غندير؟ غنشوفو. رجال بحال هادوك خصك ديما تخليهم في جنبك. كتقوليها لي انا؟ علاش كتعرفيه؟ قصرت معاه باش هيك نعرفو. العجب خاصك تعرفي بلي هاد الكروش الحرام اللي دايرين بك انتي اليوم واحد النهار كانوا كيبوسو ليا رجلين ملي جيتي انتي تسيفو عليا انا. ديك ما ندمتي اللي جبتيني. نوضي نوضي تمشي نوضي الجمهور ديالك كيتسناك نوضي. وجي حالته غنشوف مع مسيكا عيط لتوريا ترونبلاسيني. أكوش أصيبها أدروات أمانة راه وصلت. وفين هي؟ بغاتك تجي تستقبلها بيدك. تستقبلها؟ وزيرة الخارجية هادي وبلاتي نسالي منها ونوريها الفشوش. شوف دابا أنت غير سير بحالك الله يهنيك. أنا نمشي ولا نبقى؟ إيوا لا حضر الماكي غير تيمم. شوفي سهام
قولي للشيفور يوصلك لداركم. واخا غادي نخليك تمشي لحالاتك. مع النوضه يلا اجي عندك 48 ساعه اجيب لي اي معلومه على اي واحد شكيتي فيه. شنو غادي ندير الخدمه ديالو؟ تكتب وتحسب الهضره تكتب ضرب وجهك درس كيدير بيسين كانت مع نانسي وي دير داكشي اللي كيدير قول لي العنوان صافي انا جاي الو اختي اش بغيتي واش حنا منعسولو بليله بنهار اش كاين اش واقع دابا غير سمعني وسكت السيد اللي جيت لعندو الحاج العمري غرق في لابيسين ومات شنو قضيت كنتي اللي مشيتي معاه كيموت؟ انت كنشوف كلشي على عينيك المهم غتمشي معايا ناخذ الاقوال ديالك كنتي غير انت والاساس والشيفور ياك ثلاثة صافي تفضلي معايا عندك تخليوني تما لا نضربش تفضلي تفضلي Thank you.
خسرني راسي. ويدي اللي مشيت معاك يموت. شي واحد بغى يقضي عليها ويقضي عليا حتى انا. مسيكا ما تكبروش الموضوع. الناس كبار تيكونوا ديما متبوعين. وزيد انا شي كامل غيكون هيك شي حسيفه. شكرا. ايه وشنو درتي في الملف ديال الحاج العمري؟ تقرير الطبي اللي توصلنا به تيبين بان الضحيه مسموم والسم توضع له في المسكين. اذا حنا امام جريمه قتل. بون عمر الله يخليك غادي تكلف لي الضحيه رقم جوج. غدير لي بحث على المحيط ديالها، اصدقاء ديال وجيران وعائلته، اي معلومه صغيره ولا كبيره ممكن تفيدنا في هذا الملف. اوكي داكور. بن عيسى نعم نفس الشيء ولكن ضحيه واحد الجيران ديالو مهم تسكي لها رابور مع المحيط ديالو. واخا شوف انت رشيد غاد نوت خليك من نانسي وسماع. نو اش درتي مع فوزيه؟ فوزيه خديت الاقوال ديالها وثبتت لي بان وقت الجريمه كانت مسافره للخارج. تاكدتي من السفر ديالها؟ اتصلت بالمطار واكدوا لي الكلام ديالها. مهما انك تاكدتي ولا ما تاكدتيش بغيتك تركز البحث ديالك عليها ترقبها مزيان وتاكد ليا واش كانت علاقتها بقات مستمره مع الضحايا بجوج بعد زواجها وحتى راجلها. بغيتك تعرف لي واش كانت عنده علاقه بالضحيتين بجوج. صافي وما تنساش الله يخليك شوف لي العينين ديالنا ودنينا اي معلومه راه ممكن تفيدنا للوصول للمجرم. داكور واخا الشاف انا بغيت نسولك نانسي اش نديرو فيها؟ نانسي صافي نساوها خليوها لي. يلا او ترافاي. ايه او ترافاي. اجي وي دوز ليا بنعيش. داكور عارف باللي انت راقصة نفسي. اللي بغيت نقول هو منين جيتي على جيتي هنا واش كانت عندك ولا عندك دابا شي علاقة؟ عندك ليا شي عريس. علاش هادو اللي كيتقاتلوا عليك ما فهمت واحد يصح في الزواج؟ ما عينهمش في الزواج كيتزيفوا كيجنوا. المهم هضري لي على راسك. ماشي وقته زيدون انا مشغولة. امتى تكوني مسالية؟ دوز عندي غدا للدار. مرحبا بك عندي روبو. لا كارت فيزيت ديالي هي من هاد البورتابل ديال البيرو اتصلي بيها. ويسكي كوكا.
جيتي كاع ما حسيت بك ملي دخلتي. سي نورمال كنتي ناعسة. قلت نتسناك ساعة ملي تعطلتي دتني عيني. الدراري نعسو؟ بيان سور نعسو حتى هما عياو. جو سوي ديزولي كتعرفي خدمة البوليس ضايلة بزز مني. عندك نطلع لك فراسك. منصف خدمتك على راسي وعينيا ولكن حاجة واحدة اللي كطيرها لي هي ملي كتشرب. الحمد لله اليوم ما شربش وحتى لو شربت والله الا بزز مني ورغم ذلك غادي ندير مجهودي. يلا نط نعس راك عيان. كيفاش الناس والانيفيرسير ديال مارياج ديالنا باقي فيك محتفل. اي كومو هي الحلوه في كل بلاصه. انا الحلوه وحده اللي كنشوف هي هذه اللي فوق الطبله. وهاد الحلوه اللي قدامي انا. ودير لنا شي موجه كارت الشرقي. ايوا مين بغيتي الشرقي غندير لك شي قهوه طير عليك الناس. علاش لا. عقلتي على النهار اللي تلاقينا فيه؟ شحال من مره كتعاود بس كتخلي العاود لك عافاك. ملي سكتت لي الطوموبيل وجا البوليس جلس كيغوت عليا ونزلتي انت غضبان وطير لك. ايوا بيان سور يطير ليا تيم بلوكي البولفار كله وانا مزروب وكن جاي باش نغوت عليك كل ما بنتي ليا كتبكي وبقيتي فيا. بقيت في كل عجبتك دابا علاش كتقلبي؟ قولي بجوج ناشطة؟ منصف بورطابل بابا وي وي ما تملموس فين؟ واخا شوف ندير لازم انا جاي لا ما تسنانيش يلا يلا الله يهنيك. ديزولي خميل ميرسي بور لا سواري واخا كانت قصيره كانت جينيال كان امور. كل شيء عندك طبيعي كيبان ليا غير الخلعه اللي اثرت عليك غادي نخليوك ترتاحي واحد شويه يمكن لك تغادري المستشفى وقت ما بغيتي. تصبحي على خير. شكرا.
شويه شويه. تلو بدات الناس ولا نمشي نشوف معهم؟ عارف بلي الوقت ماشي هو داك، ولكن كيخصني نعرف كلشي اللي وقع بالضبط. عافاك خليتها الغدا. حتى الغدا اخا انا غادي نمشي نشوف حتى راه شي يبقى شادين كنا. لا خليها الطبيب نقدر نمشي، ولكن ما فيه ما نعيط لتا واحد. هيك نتمنى نوصلك. صباح الخير. اسمح لي غبتك معايا البارح. ماشي مشكل، كنت هي انا وخايفه وما كانش ممكن خليك تباتي بوحدك. نزيدك شويه الحليب؟ لا قهوه بركه عليها مزروب تابعني الخدمه. شكون حل الباب؟ هذيك غير سناء. شكون عطاها الساروت؟ انا عطيها ساروت. صباح الخير. ياك ما جيت في شي وقت ماشي والد. ويلي البارح مسكين جاب لي من السبيطار وبقى معايا. المهم نخليك دابا نعاود نتصل بك من بعد. الله يهنيك. بس معاك باش يونسك السي منصير. سيري شوفي الفراش، راه كل واحد فينا بات بوحدو. يلا طبي لي شي كاس القهوة عاودي لي. واش وصلت لكم الجرائد؟ وفين وصلتوا؟ مهم النتيجه. اذا ما كاين والو. لا لا الله يخليك، وقف على هاد الميف بيدك تساليه. الله يهنيك. الو صباح الخير، فين وصلتوا في قضيه نانسي الراقصه؟ عاد قطع معايا سيدة الوزير وراه مقلق. إذا ما درتو والو. شوف الله يخليك، شوف اسمع، غتكلف بالملف بيديك حتى تطوي في أسرع وقت ممكن. الله يهنيك. ألو قول لي فين وصلتو في قضية نونسي الراقصة؟ يلاه الان قطعت مع السيد المدير المركزي وراه مقلق ومقلق بزاف. اذا قول لي ما كاين والو. السلام. لا 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 الله يخليك، بغيتك توقف على هذا الملف بيديك حتى تطويه وفي اسرع وقت ممكن. اسمعني يلا طيب. ثم سمعتوا بودنيكم الوزير مهتم بالقضية شخصيا. الرأي العام كيتكلم، الصحف ما ساكتاش. راه خصكم تعرفوا بلي المنصب ديالي والمناصب ديالكم مهددة. فكوا عن هذا المشكل الله يخليكم. كنشوف انت تشوفنا خدامين بالليل وبالنهار، شوف هي حالتنا كي ولات. راه عارف بلي خدامين، ولكن راه المسؤولين ما عندهمش هذا هو الهم ديالهم. المسؤولين راه المجرم خصو تعرف ياخذ الجزاء ديالو الملف تطوى. دابا عطيونا شنو عندكم؟ هاك هذا الدوسي اللي كلفتيني به، فيه معلومات على الضحيه والناس اللي كتعرفوا حتى نوع العلاقه اللي عندها معاهم. المهم هو شوفوا راه فيه كل شيء. انت عمر نفس الشيء بالنسبه للضحيه الاخرى، كل شيء غادي تلقى عندك هنا في هذا التقرير. واخا خليوا لي هاد الملفات انا غادي نطلع عليهم، ممكن تمشيو في المكاتب ديالكم. بقى رشيد بغيتك. عندي مشكل. مالك؟ اختي دي ماكلات.
مالها كي جاتك؟ ايوا خليني ساكت حسن. لا يهضر نيت هضر. شكون هادوك قالينا دابا؟ ديسي فين غادخلين حلالة للراجل؟ عندك يكون القتال. ايوا غادي حل الراجل. وحلي حبيبتي ما نتقدمش عليك. شبعان ميرسي. ناسي بغيت نهضر معك. هذا تفضل. لا ماشي هنا برا. ياك ما في الكوميساريه. اه نو في شي بلاصه اللي ترتاحي فيها انت. متسناني نبدل الحوايج. قلتي لي غادا تهضري لي على راسك. منين غنبدا؟ قصة طويلة. أنا هنا باش نسمعها. خفتك تكرهني. علاش غادي نكرهك؟ أنتم الرجال كيجيكم النفس على بعضياتكم. ما عندك علاش تخافي، غير بداي. أنا ما سميتيش نانسي. أيوا. قلت لك أنا ما باقاش تجي هنا بوحدك. خايفة ليا؟ أكثر من نفسي أنا عايمة. ومني غنجوجو؟ غنتزوجو، غيزيد خوفي عليك. عرفتي شنو تيقولوا لك الناس في الدوار؟ واش تيقولوا هاد الناس؟ تيقولوا أنا سحرت ليك. ما كذبوش، سحارة وسحرتيني. ومنين أنا سحارة غنقول بابا ما بقاش الخطوة. نعيمة. نعيمة الله يهديك، نعيمة. إيوا أش قلتي يا سي الحسين؟ أش غادي نقول لكم؟ انا هذا الامر خرج من يدي، والبنت قرينا الفاتحه ديالها هادي شحال، وزيدنا سيد الرئيس القبيله كلها عارفه بلي علي نعيمه ونعيمه العلي، والكلمه روح، الكلمه روح سيد الرئيس. اسمع الكلمه روح، كيظهر لي بلي انت نسيتي شي وقت كنتي عندي خماس، دابا ملي درتي شويه ديال الفلوس سخنتي بيهو. آه يا الزمان راه كيدور، وغدا ولا بعدو ما تلقى ما تاكل، وداك التراكتور اللي كتباها بيه راه يمكن يخسر ولا يتسرق وما تلقاش اللي يمد لك يديه. إلا كانت مكتبة مرحبا بها. عقل عقل باللي جيت لعندك وكبرت بيك وعطيتك حق النسوبيه، ساعة انت بدلتيني بداك ولد السارح. يلا با عندك بس دراسك مع ناس ما عارفينش مصلحتهم. زيد قدامي عقل مزيان. ولكن جاي للدار بلي رئيس الجماعة هو ولده غادي مدار السي الحسين. ولاش غادي نعدو؟ أنا اللي عارف علاش غادي نعدو. شنو زعما؟ باغي نخطبو نعيمة؟ بحال داك الشيء. هو مالك أنت خايف؟ ياك نعيمة خاطبتك. تعرفيش رئيس الجماعة؟ مالو رئيس الجماعة؟ أش غايدير؟ علي رئيس الجماعة خطب نعيمة لولده. شكون قال لك هذا؟ نعيمة. ها اللي قلنا. الوالد. أنا راه خايف لي يمشيو يشكو فينا. الله يهديك ما تخافش عليا، ويشكو كاع، أجهد هما يديرو. أسيد الحاج، هادشي اللي كدير راه حرام أسيد الحاج. الحاج، راه ملي غادي يتزير غادي يجي تال لهنا، وملي وافق على الخطوبة، داكشي كاع اللي خسر غنفديه ليه متني ومتلت، غير كوني هانية.
ايوا سيد الحاج اللي سمعك كتغوت يقول بلي واعر وانت يا سيد الحاج قلبك حنين يخليك ليلي مصيبه الحاج على علي ولد بوشايب مالو البارح في الليل تحرك كامل ودور السبيطار شديه تما بغى يخرج التراكتور من العافية ما كنتش كنمشي عندو السبيطار حتى النهار اللي مشينا لدارو تما كانت الصدمة شنو وقع؟ الحمد لله على لطف الله على سلامة وليد الحاج الله يسلمك وين هي نايمة؟ ها هي جاية ها هي غاتجي ها هي ما بغيتي فيها وما بغاش تبكي قدامك ما قدرتش نشوفك في هذه الحاله اصبر وليدي علي دابا توالف هيا لي تبقى لا ما تولف هادي عاد باقا ما تبغي على هذا الشيء جينا الحاجه على هذا الشيء جينا اذا كان عليه المراسو في العافيه على ولدنا حنا راه ماشي ولد الحرام نتخلاو عليه حنا باقي شادين في كلمتنا اي وجينا نخبروكم بلي العرس غادي نديروه في راس الشهر ان شاء الله ايوا اش قلتو يا ناهمة موافقة بعدا موافقة الحاجة موافقة وشنو هي ديري؟ هادشي اللي جيت عندك انا كيبان لي نقتل راسي كاع قلت لي راسك شت خربيق راه جبيها في راسك واش بغيتيني ندير سنين نجي معلوم ديالي منين جاك من خدمتي اش كديري راقصه هادشي كاع درتي من شطيح حتى انت تقدري ديري اكثر من هادشي الا بغيتي لا اختي انا بغيت بحني لا حتى انا كنت خايفه بغيت بحني في الاول وني مشيت للمدينه وخدمت وتشهرت وجمعت الفلوس انت كتشوفي كلشي كيحترمني وقال لي عندي شي مشكل مع رئيس الجماعه كنوقف معاه كاينه عرفتي غديري يلا معايا للمدينه دينا ماقدرش يتراجع وراك شتي راه ما راسو في العافيه على ولدنا هي ها بنيتي الله يرضي عليك واش قلتي نعيمه نعيمه العروسه اللي كتسناو هربات نعيمة هربات مع سناء هربات Thank you.
الله يخليك لما طول معك ونكتب لي الله يخليك. ميرسي. مالك خايفة؟ ما دايرة والو جايبيني فاركونات بحال شي مجرمة. من بعد ميرسي. عندنا مجموعة ديال الأسئلة وباغينك تجاوبين عليهم. أنا ما عارفة والو. وحتى تسمعيني بعدا شنو نسولك. اسمح لي سيدي. ماشي مشكل. قولي يا كتعرفي السي شرفي؟ شرفي؟ إيه كنعرفو. عمرك مشيت معاه للدار؟ يمكن مشيت معاه شي مرة. الله يخليك الأجوبة ديالك تكون محددة إيه أو لا. مشيت معاه واحد المرة. وراك شي باب سري عنده في الدار؟ وراني شي حاجة بحال هكدا. سي سلمي مات مقتول نهار السبت مع 12 الليل. فين كنتي؟ كنت في داري. بوحدك؟ بوحدي. قالت لي نعيمة بلي أنت وياها. شكون نعيمة؟ نعيمة صاحبتك نانسي. قالت لي بلي أنت وياها مدور واحد. إيه. إذا كتعرفي علي خطيبة؟ إيه سيدي كنعرفو. آخر مرة شفتي فيها؟ نهار خرجت أنا ونعيمة من الدوار. بغيتي تقولي النهار اللي هربتيها من الدوار. ما عرفتش علاش كتسولوني أنا عليه؟ ما كيبانش لك بأنه غريب شوية يوقعوا ثلاث جرائم قتل كتكون حاضرة فيهم نانسي والمجرم في هاد الجرائم الثلاثة ما كيأديهاش؟ عادية؟ ما عرفتش. وزيدو نهار وقعت الجريمة الأولى أنا كنت مسافرة. فراسنا. ونهار وقعت الجريمة الثانية كنتي خدامة. وإذا علاش جايبيني لهنا؟ كانت عندنا مجموعة ديال الأسئلة وكنا باغيين تجاوبين عليهم. وجاوبت عليها؟ جاوبت عليهم، الآن ممكن تفضل دارك. سيدة سناء، عندك صور الدار د نانسي؟ عندي. من إمتى هما عندك؟ من نهار سكنات. الله يهنيك. وي عمر، شوف الله يخليك، سناء عاد نزلت من عندي. شوف لي ابن عيسى وشوفوا اللي عاونكم ومراقبة 24 ساعة على 24 ساعة. الله يعاونك. رشيد أجي دخل عندي. نانسي بغيت نهضر معاك في هذا الموضوع وخفتك تفهميني غلط. غيهضر واخا عرفتك علاش جاي. ايوا بصراحه الناس بداو تيهضروا وجيتيني انت تبدلتي ما بقيتش تعطيهم الجديد. داكشي اللي داز عليا راه ماشي ساهل. انا لا راني فاهم وراني مقدر ولكن انا الجمهور راه تيعطي فلوس وخاصو الفراجه. المهم خاصك تبدلي طريقه الخدمه ديالك باش نسي عباد الله شنو كتبوا عليك. شنو مطلوب؟ المطلوب سهل. الا تغربيتي ليا شويه من هنا وصيفتي ليا شويه من هنا غادي يكون احسن. هي قول نتعرى وصافي. لا داك راه سي دولار. وانت فنانه ولا ماشي فنانه؟ اش درتي مع الشيفرات؟ خديت الاقوال ديالهم ودرت لهم محاضر. دابا ندوزو نكتشفو الشيفر ديال سلمي. حتى هو. وفوزيه شفتيها؟ فوزيه على حساب البحث اللي درت تبين ليا بان الزوج ديالها كانت عنده علاقه مع الضحيه بثلاثه. شمن نوع العلاقات؟ علاقه تجاريه. هي بقى علاقتها بهم مستمره؟ لا بالعكس قطعت معهم نهائيا. واخا بغيتك تشوف لي جميع الارقام الهاتفيه اللي كانوا كيتصلوا بها وحتى اللي كانت كتصل بهم هي. ذكر شوف بلاتي. الو نانسي سي كوميسير منصف. لا لا والو بس قول لي فين كنتي دابا؟ واخا حنا جايين عندك دابا. لا ما نعطلوك لا على النيميرو ديالك لا حتى حاجه. غادي واخا يلا. بارك عليك من الشراف. ما تخافش عارفه قياسي. نفسي اختي قال لك المدير داكشي اللي كندير ما بقاش عاجبو. العربيه تعربت بغاني نتعرى. شتي اش غديري؟ انت اش تحوينا نتعرى؟ ضحكونا معكم. لا لا غير مسيكا كان كيعاود لي شي حاجه. مسيكا عاودنا تحنا هاد الحاجه. كنحشم بصح. عجب علاش انت ما كتحشمش؟ لا انا كنحشم بصح. العجب اش بغيتوني؟ لا والو غير الصور ديال الدار ديالك. واش كيديروا هاد السنه؟
ترتب على اللوطيل وقريبة له. ملي تنعيو في الليل كتمشي سناء بوحدها ولا كنمشيو بجوج؟ كانت ساكنة قبل تما؟ الراقصة اللي جات جديدة كانت المدير الدار، وقبل مني كانت ساكنة سناء، وقبل منها ساكنة فوزية. عالي عندك شي خبر عليه؟ شكون عالي؟ علي خطيبك. علي مني خرجت من الدوار ما عاود شفتو. علاش؟ غير سؤال، اش كتظني يقدر يدير الى عرفك هنايا؟ ما عرفتش. شنو كنيتو؟ الحياني علاش كتقلبوا عليه؟ المهم الا سمعتي عليه شي خبر ولا شفتيه اتصلي بيا. واخا الله يعينك. نو ميرسي. يلا سيدي. واخا الشاف غنكمل كاسي. يلا سيدي تابعنا الخدمه قالك تكمل كاسك. صحتي مصباح وانا كنقلب عليك. انا اللي البوليس معاك تسنيتو حتى مشاو عجيت. يلا يلا نبدل حوايج سناي. بغيت نقول لك شي حاجه الحق وعدي ما تقلقيش مني. اش طاري؟ علي جا باش يشوفك. علي 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 شحال هادي هو كيقلب عليك؟ فين شتي؟ مشيت عندو بلاصه فين ساكن. فين هو دابا؟ هو الفوق في البيت ديالك فين كتبدلي. اويلي صاحبتي شكون اللي طلع عندي البيت؟ متخافيش راه انا اللي دخلتو. ديري صاحبتي غيشوفني فهاد الحاله راه غيقتلني. علي كون كنبغي ادي كون اداك شحال هادي. مال واش جاي يهضر معايا من شحال هادي؟ حفله تشوفي وتهربي عاوتاني. ناري يا صاحبتي ناري خايفه. ما تخافيش عرفتي والله وتشوفي حالته تيبقى فيك. خصني نمشي نشوفه قبل ما نبدل. يلا انا خليكم تهضروا بيناتكم صافي. علي عافاك طور عندي. علي طور عندي. اسمع لي خندير لك عملية وترجع كيف كنتي. انا دابا ولاو عندي الفلوس. وإلا وليت كيف كنت ترجعي تبغينا كيف كنتي؟ لاباس؟ لاباس. فين هي الدار فين ساكن علي هنا؟ هو اخوه. تعرفوه؟ اه. كاين باك؟ لا. امك كاينه؟ كاينه. تكلم علي؟ واخا. يلا سير. لاباس عليك؟ مرحبا بك. شنو عندك؟ هذا دكتوره راه هضر معايا من اللي جا. وعاود لي بلي بغا يدير عملية تجميل. بون داكوغ. بغيتي دير عملية تجميل؟ اه واخا. غادي نشوف درجة الحروق اللي عندك باش نعرف نوع العمليات اللي خصها دار. وغادي ندير لك اندوفي. ولكن ممكن تحكي لي كيفاش طرا لك في الحديث؟ هادو هما التصاور ديالو قبل ما يتحقق. ما عندكش شي تصويره ديالو من بعد فاش تحرك؟ اوليدي اش بقى فيه ما يتصور؟ كزكز الشريفه كزكز تفضلي. ممكن تعاودي لي الوقيته فاش هربت نعيمة؟ شنو ندير من بعدا؟ واش نقول لك اولدي؟ هذاك النهار عمرو ما يتنسى. نسيت كان ولدي علي ملي ساخن خبر بلي نعيمة هربت مع صاحبتها.
هز العود ديالو وتبعها، ولكن ما لحقهاش. كيعاودوا لي الناس اللي شافوه رجع للدوار ومشى عند رئيس الجامعة. شكون هاد خيي اللي جاي؟ شكون؟ مسكين وليدي رجع وتوادع معايا انا وباه وخوه، ومن تما ما شفناه. رئيس الجماعه شنو دار؟ اش عنده ما يدير؟ كمدها وسكت حيت عارف بلي هو اللي سبب واحد تحرق. وما عرفتش واش فين مشى؟ لا وليدي، واش كتسولوا عليه؟ وين نلقاوه باش نرجعوا للروم؟ صعبة وليدي، ولا كل ما كان كسب وتجيبوا ليا، كل ما كان كسب وليدي غير تردوا لي، أدير فيا غير وليدي. غيكون خير إن شاء الله لينا. شوفي هادشي كي تيبين، مشوه، أنا ما يمكنليش نشطح بهادشي. مازال ما شتي والو. دابا خلينا من الهضرة، بغيت نشوف عالي. قالي بلي غترجعي ليه بصح؟ ملي شتو راه ما لقيت ما نقول ليه نكذب عليه. علاش كتكذبي عليها صاحبتي؟ واش عرفتي شحال خصو باش يدير عملية تجميل؟ ودابا علاش بغيتيه؟ عارفة فين ساكن؟ عارفة فين ساكن. إلا بغيتي تمشي عندو نجيب لك مول الطاكسي اللي كيديني عندو. غيديرو دابا. ولكن بلاتي قولو راه البوليس كيقلب عليه، راه شاكين فيه بلي هو اللي قاتل. مشي عندو ولا تفاهم معاه ولا شي شنو يدير. غيدير ليا المول الطاكسي. هاك جات وليدي، حنا اللي مبوكسين مع النزهة. اش تابعني لاش؟ راك نصيد معاك الحوت. ما تحكيش عليا. أنا عوالة ندوز معاك هاد النهار. وي عمر، الهدف باقي تحت المراقبه. تري بيان، شوف الله يخليك. إن فوت بالك تقابلت مع شي حد كتنطبق عليه المواصفات ديال علي تلقاو عليهم القبض بجوج. يلا الله يعاونك. سي رشيد، كاين عندك شي جديد؟ هذه معلومات على فوزيه والضحايا بثلاثه. هذا الشيء ما كافيش. هذاك الشيء اللي طلبتي في العشيه يكون واجد. انا ماشي غادي نوريك خدمتك الله يخليك. جيب لي شي حاجه من الموسى، فواتير، اتصالات هاتفيه، شيكات بنكيه، ماشي هذا قال هذا. اسمع فهمتك الشاف، ولكن راه تيبغي لك شويه الوقت. كيفاش شويه الوقت؟ حتى يمشي فاشي وزير ولا؟ سير دير خدمتك. علاش يكون عندك الملف كامل؟ الله يهنيك.
تما قالك لاباس ندمت لي مشيت عنده علاش شنو وقع عافاك اختي على الطاكسي سير عنده برديه صافي انا راه مشغوله دابا وزيد ما فيه يمشي عنده عمرني ما نسخر كنت في الحاله اللي خليته فيها عافاك يا خوتي بخاطر الله يرحمه واخا داكشي اللي وصيتي عليه راه كاع ما قلتو لي ياك الهضره المهمه ما قلتيهاش لي شتي انت ما غتمشي حتى غتخرجي عليه انا كنتسناك هنا تترجعي بغيتي تصرفي بوالوتي باش راه طرف سيدي والله ما دايرش لا اها دايره والو وصلتو شي حاجه هو معك صافي نكرات كلشي ما بغات تعترف بوالو هما اللي كتبكي ما انا والو هي من الصباح وهي مسخسخانه ما بغات تقول حتى شي حاجه واخا تفضلوا لمكاتبكم سي رشيد وي الله يخليك لما صيفط لنا واحد ترمز ديال القهوه دو طاس وي واخا هاك قهوتك بلي ما عرفت حتى حاجه ولكن خصك تعاوني معنا هي تعاون معكم ولكن يقول لي شنو خصني ندير ركزي معايا وجاوبيني بلا كذب والله ما كنكذب السيد اللي مات في دار ناسي سالي مالو اللي دخل الدار دخل بساروت لانه ما فرع باب مهر الشر وساروت عندك غير انت ومولا الدار اللي هي نانسي والضحيه رقم واحد اللي مات مدبوح السيد شرفي
قالنا الشيفور ديالو بانك انت على علم بالباب السري اللي من خلاله دخل المجرم ونفذ الجريمه ديالو. هذا بالاضافه لانه تم القبض عليك وانت كتقابلي الشخص المبحوث عليه رقم واحد بالنسبه لنا واللي في حاله فرار واللي هو علي خطيب النانسي واللي عنده المصلحه رقم واحد في انه يتخلص من الناس اللي عندهم علاقه بالخطيبه ديالو اللي هي نانسي. كظن ماشي حريره هذه؟ تفك بسهوله في السري اللي انت فيها. الساروت ديال الدار عندي، ولكن يمكن يكون عند رخيصه فوزيه حتى هي. معقوله؟ والباب السري اللي قلتي ايه انا عارفه، لكن حتى هي انا عارفه. وعلاقتك بعلي؟ علي ولد الدوار اجا باش يشوف نانسي. انا كنمشي عندو باش نعاونو حيت حاسه بالذنب، حيت انا اللي خرجت نعيمه وديتها تخدم في الاوتيل. وفين هو دابا؟ ما عرفتش. في نظرك علاش هرب؟ يمكن يكون خاف. انا براسي ما فهمتش، ما عرفتش علاش هرب. ما عرفتيش علاش هرب؟ انا نقولك علاش هرب. هرب بكل بساطه لانه هو المجرم، هو اللي قتل. قاتل علي يقتل؟ لا ما يمكنش، ما يمكنش علي، ما يمكنش يقتل. نعاودو من الاول. ديرك سالا حتى شي دير عندي. مازال ما سالات شي. خصني تبان لي باش ندير عمليه تجميل. انت خاصك تبان لي باش ندير عمليه تجميل وانا مالي غنخلصها لك من عندي. انت دايره معايا. دايره معاك واش انت حماق؟ انا 10 مليون عطيتك راه بزاف عليك. شوفي راني خذت 3 خذت 4. كلمتو كلمتو. نمشي نجيب لك بعدا حوايج تبدلت الحاله ونعطيك الفلوس من الحيط. شفتي هاد الشيء؟ شفتو؟ غادي تمشي معايا. فين غنمشي معاك؟ عند فوزيه. علاش نمشي عند فوزيه؟ كيفاش علاش غنمشي عند فوزيه؟ ما بانش هاد المبالغ الماليه الكبيره اللي متحوله من حساب ديالها حساب الضحايا بثلاثه وبلا مقابل. اكيد كانت كتاخذ من عند راجلها وكتعطيهم. علاش؟ شنو السبب؟ ما تنساش بان راجلها رجل امل. هو ماشي هي. ثم هاد المكالمات الهاتفيه اللي خارجه من البورتابل ديالها في اتجاه هاد الضحايا بثلاثه وبهاد الكثره هادي. اضيف الى ذلك اللي كارت فيزيت ديال الاطباء الجميل اللي لقينا في الدار ديال علي. زيد زيد قدامي. اشنو هو التحليل ديالك الشف هاد لي كارت فيزيت اللي لقينا؟ بكل بساطه ان علي كان كينوي يقوم بعمليه تجميل، وهذا النوع ديال العمليات كيطلب فلوس كثيره. ملايين. اذا علي عنده الفلوس. منين جاو هاد الفلوس؟ من عند فوزيه. Thank you.
قبط. بركة من الكرم غادي تشوفوا هنا. والله سيدي ما قتلت شي واحد، اقسم بالله ما قتلت شي واحد. اي والله راه عارفني باللي ما قتلتي حتى واحد، ولكن اللي ما بغيتيش تعرفي انت في دخل الدماغ هو انه كل الحجج والدلائل اللي تحت ايدينا كديرك انت بالدرجه الاولى، في حين انا والمتهم رقم واحد هو علي فعلت فرار. تهزي جريمه بوحدك؟ الو اعترفي وقولي لنا الحقيقه غادي يضمن لك تخفيف ديال الحكم. وتكلمي. واخا واخا. الوقت اللي كنت خدامه في لوطيل قبل من سنه ونانسي تعرفت على سي شرفي وسلمي والحاج العمري. كنت كل نوبه كنسهر مع واحد فيهم. ما كنتش كنعرف بان كتربطهم ثلاثه علاقه خدمه ولا تجاره ولا شي حاجه بحال هكا. علاقتي بهم استمرت عامين. في واحد الليله طلبوا مني باش نشطح في واحد الحفله غادي يجي لها مستثمر من الامارات سميتو خالد ابو النجا، وفعلا مشيت. شو رأيك؟ راك سوايد حلو تيانن. الحمد لله. واخا اسمحوا لي عفاكم انا خصني نمشي. ومازال الليل طويل. انا بعدا غنروح. كانوا مخطين لكل شيء. سهرة كانوا حاضرين لها عيالات مجوجات ومحترمات. سهرة كانت محترمة. وحنا في الطريق بدا كيحكي لي على الشرفي وصحابه. صحيح رقصك وايد حلو. اول مره تشوفني ارقص؟ اول مره. بس الناس حشوا عنك وايد. واش قالوا؟ شو الخير؟ ظرف وامان ادب شريفه ما ترقصي الا في المناسبات العائليه. وقالوا كمان ان ظروف ماديه هي اللي خلاتك ترقصي. صحيح هذا القول؟ اي صحيح. هذا انا قررت اعمل بنصيحتهم. انا ابغي اتزوجها. موافقه؟ فاجأتني. مفكر نرد عليك ردة. بس لي شرط. ما في رقص بعد الزواج. حتى الك؟ لا يا انا رقص على طول شو اللي وقت. فعلا تجوجنا وتبت الله وقطعت الخدمه. بغيت راجلي بزاف وحلفت باش ما نخونوش، ولكن ما ضربش حساب لولاد الحرام شرفني وصحابه. كانوا كيبتزوني وكيطلبوا مني الفلوس. اعتبروا زواجي صفقة وبدوا كيهدوني بأن عندهم تسجيلات بالصوت والصورة. ما كانش عندي شي طريقة غير أنني نتخلص منهم. وهذا حقي، لأن بغاو يهدوا لي حياتي، بغاو يفرقوني مع راجلي، بغاو يدمروني. قبل ما نفكر في الطريقه قلت نطرق واحد الباب. مشيت عند المدير ديال الفندق اللي كنت خدامه فيه وتما تلاقيت بعلي. الا خصني نسولك
باردون؟ ما تعرفيش هاد البنت هادي؟ ايه كنعرفها، اش كتجيك؟ خطيبتي. خطيبتك؟ اجي معي نوريها لك. جيتو معايا للدار وقدرت نسل ليه لسانه ونعرف قصته، وحتى انا حكيت له قصتي مع الشرافي وصحابه وقنعته باننا نسي غتواجه نفس المصير. وعدته بانه الا قتلهم غادي نعطيه الفلوس باش يدير عمليه ديال التجميل، واكد لي باننا نسي ما يمكنش تشوفيه وهو مشوه والشرافي وصحابه على قيد الحياه. ايوا اش قلتي؟ عندي ما يتسالك، راجل بمعنى الكلمة. شوف، غادي نعطيك 2 مليون في الأول، وملي تسالي غادي نزيدك 8 مليون، هي 10 باش دير العملية. متفقين؟ دابا غادي نعطيك الحوايج باش تبقى تجيني باش ما يعرفك حتى شي حد. ها؟ وغدا إن شاء الله غادي ترجع عندي في العشية باش نتفاهموا على الخطة وعلى المسائل. متفقين؟ وفعلا رجع عندي الغد ليه ولبس حوايج العيالات كيف ما طلبت منه. تبارك الله عليك، بحال هكا ما يمكنش يتعرف عليك شي واحد. هاد الصور ديال دوك ولاد الحرام، هذا الشرافي وهذا الحاج العمري وهذا السالمي، هاد الورقة مكتوبين فيها لازادغيز ديالهم كاملين هكا. هذا الساروت للدار اللي ساكنة فيها نانسي دابا. هادشي اللي تسالي منه غترميه، ما تخليش عندك. تفهمنا؟ الفلوس على اتفقنا البارح. ودابا تفضل نقول لك شنو غدير. جلس. وفعلا فهم كاع داكشي اللي قلت ليه. والسرد ديال دار نانسي منين جاك؟ الدار اللي كتسكن فيها نانسي دابا تابعة للوطيل. أنا سكنت فيها من قبل، وقبل ما نعطيها الساروت خرجت عليه الدوبل. مسيك أنا مسافر يومين وبغيتك عينيك ودنيك في كل مكان، ولا عندك شي مشكل تصل بيا في التليفون. أنا ما كذبش عليك، أنا ما قد على مسؤولية بصداع. ومسيكا أنا غادي يومين. إيوا راك عارف مسؤولية راه بالفلوس. وصافي مني غنجي ندور معك كون عا راجل وتخسر الهضره. علاش؟ وصافي دابا يلا سلامة. راجل تزعم راجل.
نتهنى شاف ما نتفرقوا حتى يكون بيت عندنا ان شاء الله. لا سي موسيف هو الطاكسي عنده شي معلومات مهمه. اش من المعلومات هذه؟ جيت غادي في الطريق وبان لي واحد السيد محروق. فين ديتيه؟ ديتيه لوطيل صفيا وملي نزل عطاني 8000 ريال والسيد بان لي عامر دمايات. يلا سيدي قبل ما يدير لنا شي مصيبه. في بعدي تعيش سعيد وقلبي